السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هبيبو معاكم. ما تنسوش اللايك والشير وعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انا نزلت لكم سؤال: ازاي هو انت عايش ليه؟ اتخلقت للحياة ليه؟ بص، انت اتخلقت في الحياة عشان تعبد ربنا، الله لا اله الا هو وحده فقط لا غير، وقال لك ابني وعمر في الأرض، صح؟ بس احنا بنعمل عكس كده دلوقتي. كل واحد بيشتم، كل واحد بيسب الدين 24 ساعة في بقه، فاكر ان هو كده راجل لما يقعد يسب الدين كده راجل، لكن هو كده مش راجل. اما بالنسبة للبنات، كل واحدة ماشية لابسة البنطلون محزق، واللي لابسة قصير، واللي لابسة مقطع، واللي لابسة واللي لابسة واللي لابسة. بتشوف في الشارع بتتضايق، بتبص للناس كده بقوا عاملين زي المجانين. كل واحد عايش لوحده ونسي أصلا اللي هو اتخلق عشانه. أنا الفيديو جاب يعني 88 مشاهدة حتى الآن، بالنسبة للفيديو اللي أنا بنزله لكم ده دلوقتي جاب 88 مشاهدة، تمام؟ ما ردش عليا غير 3 ولا 4. أنا عارف ليه ما ردوش عليا، يعني هما شايفيني في نظرهم يعني كلمة عيب، بضان. لكن أنا مش بضان، أنا بحاول أوصل فكرة بس مش أكتر. يعني أنت اتخلقت في الدنيا، لما تقعد تفكر كده مع نفسك، انت جيت الدنيا ليه؟ انت جاي عشان تعبد ربنا، ها، وتثبت ان الشيطان مش هيقدر عليك، صح؟ لكن هو قدر علينا، وهو اتغلب علينا بمراحل. يعني كل واحد دلوقتي اللي ماشي يشتم، واللي يسب الدين، واللي شايفين نفسهم جامدين، بالنسبة لسب الدين ده بقى زيادة قوي، بقى كتير. تلاقي الناس ايه ده، الشباب كلها بتسب الدين، الشباب كلها. والبنات بقول لك ايه، بقوا في منتهى السفالة. قليل قوي من البنات، او قليل من البنات اللي تلاقيهم كويسين، كلهم قليلات الادب، قليل. يا رب الفكرة تكون وصلت. ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل، وشيروا لأصحابكم. السلام عليكم، وهاجيلكم في سؤال تاني، يا رب تعرفوا ترد عليا ازاي اللي فات.